ومن شروط المسح على الإمامة أن تكون ساترة لما جرت العادة بستره. وأما إذا لم تجر العادة بستر شيء من الرأس في الإمامة كمقدمة الرأس وجوانبيه والأذنين فإنه يجوز المسح عليها حتى مع ظهور هذه الأشياء، وتكون العادة محكمة. ويدل لهذا أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يستر ناصيته، مسح عليه الصلاة والسلام على ناصيته وعلى العمامة.